حضرتك كتبت اغنيه لشاهيناس حلوه قوي اسمها كمان وكمان بعد قتل كمان كمان الكوارع، وقول لي قول لي وقول لي قول لي دي حلوه قوي، وكتبت لحسام حسني كل البنات بتحبك في ربع ساعه. انت بتكتب كده انا دي؟ بكتب اصل هي بس القصه الكتابه بتاخد وقت صغير، ربع ساعه 10 لخمس دقائق، انما ما يسبق التسجيل ده على الورق ده موضوع كبير، بيفضل بقى بالايام ويختمر، بيسموه يعني باللغه بيختمر يا جماعه، يعني مش خميره بيره، لا يعني بيتفاعل ويعلى ويكبر ويتقصقص وبتاع، وفي الاخر انا بسقطه على الورق بياخد الخمس دقائق. فهي مش سرعه كتابه، ده اتصال التسجيل اللي كان ترجمت بعد كده الترجمه. ايوه بالظبط. طيب معقوله انت نمت يوم كتب كتابك، يوم فرحك قصدي؟ يا لا بلاش بقى الجو ده، دخلت كده في الستات بقى. طبعا. انت ازاي نمت والعروسه والدوشه والمعازيم والاغاني؟ اقول لك حاجه، انا مشكلتي ان انا ما عنديش تجربه في الزواج قبل كده. كان لازم اقول الجامعه عشان اعرف لما اتجوز مراتي دي ابقى عارف هعمل ايه وايه وايه. تخيلي ان انا يوم كتب الكتاب انا معيش بطاقه، رايح كده طرزان للنينجا يعني للراجل اللي هو المأذون. المأذون معاكي، انا عايز اديله كارنيه بتاع النقاب بتاع. قال لي كارنيه ايه؟ قلت له ما ده. قال لي لا يا استاذ، المفروض بتجيب بطاقه. انا ماشي، وسابنا ومشي، والناس قاعده بقى والزغاريد شغاله. عنده حق يمشي، بس كمل لنا بقى حصل ايه. وبعد كده رحنا دبرنا واحد كده من السيليزيلر ظهر مش لاقي شغل، فقال لك ماشي زي بعضك، معاه ايه؟ قلت له قال في باسبور، لان انا اصلا ما كانش بقى كان بطاقه تقريبا مقطعها ولا ووافق ان انا اتجوز بجواز السفر، لحد بقى ما عم مراتي راح مش عارف مصلحه ايه طلع لي مستخدم وعمل لي بطاقه. ده واحد يعني دي اول مصيبه عملتها في الجواز. تاني حاجه انا في الفرح مراتي من الناس المنظمه جدا محسوكه، يعني لدرجه الايه؟ يعني الشيء لو كان هنا وجا هنا يبقى دي مصيبه بقى، يعني ازاي ده حصل؟ فالمهم ايه؟ ليله خلاص الفرح بالليل كان معمول في الفندق الشهير بقى، انا ممكن اقول اسمه لانه مش موجود، اللي هو المريديان. الفرح بالليل، انا بقى بالنهار ايه؟ مش واخد بالي ان فرح بالليل. راح اشتري بقى حاجات ومش هشتري محتاجات، اتهريت لف ودوران عشان اشتري حاجات. جيت في الفرح بقى هلكان، بقيت قاعد في الكوشه بقى قاعده جنبي كده، وانا قاعد بقى الفيديو مبين بقى، الفيديو موجود على فكره. وانا عم فاكر نفسي مش واخد، محدش شافني، الواجب عامل كاميرا ليا مخصوص بتاعتي زي الكاميرا اللي قدامي دي. فدي برضو من الحاجات اللي هي اتاخدت عليا، ازاي في الفرح بيرفعوني لفوق، البطاقه ضاع، المحفظه اتسرقت. ايه الطريقه دي؟ انا عايز يبطلوها دي، لان ممكن لان الحراميه بيخش في المحفظه. لا ما تحطش المحفظه، ما يحطش المحفظه يعني هو. ورجعت المحفظه ولا قفلنا بقى الفرح ساعتها وفتشنا الناس ايوه ولقيتوها؟ لا يا شيخ، حد من المعازيم كان سارقها؟ لا هي وقعت وجبناها يعني. طيب كويس، بس كنت بينفضوني الظهر فوق. لا هو بصي الجواز ده ليه ناسه. انا يعني انا اتجوز انما انا مش بتاع مراسم. حضرتك اتجوزت جواز صالونات، وشايف ان جواز صالونات ده الانجح من جواز الحب ليه؟ ياه ده فرق كبير. ليه بقى الفرق؟ هقول لك ليه. هنعمل مثلا زي كان في المدرسه يقول لنا اعمل الصفحه اقسمها مربعين واعمل كده، واكتب هنا جواز الصالونات او جواز الحب، وهنا جواز الصالونات. واحد، جواز الحب يبدا ب 10 على 10. ليه؟ لان انا بشوف خطيبتي او هي بتشوفني في كامل اناقتي واسلوبي الراقي بقى الجميل، وشايفاني الكرم وعمال اجيب حاجات، وشايفاني ابو الذوق وابو تمام، هتتبني توقعات عاليه، هتتبني توقعات 10 على 10. هناك بيبدا من الصفر، بيبدا انا معرفش احنا اتجوزنا وهو كويس، يبتدي بقى كل يوم ده الله ده جدع، نضيف له واحد الله ده كريم، ده جدع ده حنين، لحد ما يوصل ل 10. الثاني بقى لو عمل اي حركه يخصم، تحس بقى اللي كان بقى المنمق يعني بتاع ابو ده حقيقة. ده بالخساره وده بالمكسب. لا دي واحد. اتنين، الجواز الحب واخد بالك بيعتمد على، وده اوحش حاجه في الحياه يا جماعه انتبهوا، اي شيء يخش عليك بالمشاعر والعواطف ده كده شغل الشيطان. الشيطان او ابليس لعبته هو اللعب على دغدغه المشاعر و اشعال الاحاسيس. لا لا بس انما الجو انما الحياه قايمه على لا ما... لا مشاعر الحب ما نوصفهاش كده، ده وصفه. انا بكلمك بجد بقى،
انت انت رايك. لا انا انت بتسالني في رايي انا. انا رايي لا. العقل هو السيد في القصه اللي احنا عايشينها في الكون دي. العقل يعني التفكير والتدبر والتذكر والتخيل والتطور، ونفضل نقول كده. العقل هو لازم يحكم كل شيء. انما لما اجي ابكيك زي واحد مثلا، الناس يكلموك في الدين عشان اعيطك، انت بتعيطني ليه؟ انت بتكلمني بالعقل. اللي هو الابتزاز، انت تقصد ان كل حاجه بالعقل كويسه بالابتزاز. فالقصة الحب في الجواز، لان الجواز يا جماعه احنا هننشئ اسره، يعني في ارواح. يعني حضرتك شايف ان العقل هو ليه الكلمه الاولى والاخيره في الجواز. طيب.